السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من السوق الأسبوعي من سطات، يعني أشهر سوق الخيول بمدينة ديال سطات. الثمن ديال الخيل، هذا الخيل يوصل الثمن ديالو 4 مليون. شوف تي في اخويا سي ادريس، شوف تي في اخويا كانت فيه الميلينا في العود. مرحبا اخويا، عاود في السطات احسن عاود، لا من العنق ولا من القويم ولا من سي ادريس. يعني قلنا يعني اي اخويا غير الثمن ديال الخيل، الثمن ديال الخيل ولا الثمن ديال الخيل كثير، حيت دابا المواسم تحلق والناس فوجت شويه والناس كانت خالعه كورونا ما قدوش يشريوا الخيل، ولكن دازوا الخيل في كورونا فابور. هو دابا الحمد لله راه كاين ثمن وحاجه مزيانه، راه من 4 منين والفوق. هذا هو راه السوق اليوم في السطات ديال عم ادريس السلطان الكحل المعروف عند الصعيد الوطني من طنجه للقويره، وتحيه للمغاربه فيما كانوا. وهذه ساعه بركه فاش تلاقينا، الله يربح شي من شي. الله يحفظك السي ادريس، شكرا اخويا، الله يحفظك. الله يعاون، الله يحفظك السي ادريس. العاود زريد اخويا راه والحمد لله المرجع المجاري، وتلقوا المواسم وتلقوا المواسم وكل شيء ولا زوين، والخير رجعت ثمانها وراه كل شيء ناشط. الله يعطينا شي عام يكون بكري ان شاء الله، كل شيء غالي، كل شيء البقر الغلم كل شيء، الله يربح شي من شي. وتحيه الماكرو، وتحيه الماكرو عم ادريس السلطان الكحل، وتحيه المصطاجات في مكانه في مكانه. الرجال الاصيليين اللي كيبغيو الخير للرجال، واللي ما يبغيش الخير للرجال الله يخلصه، واللي كيبغيو الخيل الطوب يجيو عند السلطان الكحل. معقول ادريس راه معروف، وراه معروف في المغرب على الصعيد الوطني، داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله، الله قشوحي تاهو، تحية الناس ولاد عبدو، تحية الناس ولاد عزوز ولاد عمر. اييه الحمد لله، هاد الحرفة فيها من 1974 حنا تابعين. اييه غوت شوية كبرنا بها الدراري والحمد لله وكل شيء بخير وعلى خير، والله يخلي الحالة. عاش المالي، عاش السي، بارك الله عليك، الله يحفظك، الله يسر ابو ادريس. خويا انا كتقول لنا الاصل ديالو دوي مرة رجل، قول كلمة، قول كلمة. تحية الناس طاس، تحية الناس طاس، هاك هاك تحية ديالو ابو ادريس سليم. هذا تحت هذا المرقد ديال العود من السماعلة، وتحية الناس السماعلة في مكان ما كانوا سيدي ياسي. شكرا هذاك راه جاي يا شريف، لا 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 الله يحفظك، الله يحفظك السي ادريس، الله ييسر الامور. ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات ومن السوق الاسبوعي بالضبط. خويا شحال الثمن ديالو هذا؟ مليون. بغينا كتقول لنا كي داير السوق مليون، منين المرقد ديالو اخويا ولاد حريز بالضبط؟ منين الحساسنا ولا طريق الكار؟ شكرا اخويا، الله يكبر بك. تعال
لا شحال الثمن ديالهم؟ هذا 146. الله يحفظك اخويا، تبارك الله. وهذا اخويا الثمن ديالو شحال؟ 140. تبارك الله. تبارك الله. اخويا السلام عليكم. سلام. زيد اخويا زيد. شحال اخويا الثمن ديالو؟ الثمن ديالو شحال؟ مليون و60. تبارك الله. تفضل اخويا. بارك الله لك. اي بارك. اخويا اسمح لي الله يحفظك. ديال الخير
نشكركم مجددا متابعي قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من اشهر سوق اسبوعي للخيول. زيد اخويا، زيد. غدا اخويا، مرحبا.